فأقول عنها يعني هي الشمس أصل النور إن هي أشرق. المرأة الله سبحانه وتعالى وضعها في أساس التكوين البشري في صلاحه وفساده، فجعل فيها التربية الأولى، وجعلها امرأة ثوب للرجل وهو ثوب لها، الستر فيها. لذلك أراها إن صلحت صلح البيت وإن كان القيم فرعون، وإن فسدت فسد البيت وإن كان القيم نبي. فعلينا بالتربية الخالصة، التركيز على تربية المرأة لتكون خلاقة قوية عاقلة، لا نضعها دائما في الدونية. فهي خلقت رجلا، أي تسعى. ما معنى أنها خلقت رجلا؟ تمشي، لأنها لن تمشي على أربع، فهي من الرجال أي من السعاة. ولما يقول الله في القرآن الرجال قوامون على النساء، لا يعني الذكور على الإناث، وإنما السعاة على القواعد. فمن قعد في بيته فهو نسعى ذكر أو أنثى، ومن سعى فهو رجل ذكر أو أنثى. لذلك يقول الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وهذا الفرق في التميز، حينما قال بما فضل الله بعضهم على بعض بالسعي وبما أنفقوا من أموالهم. فأقول عنها يعني هي الشمس أصل النور إن هي أشرقت، إن هي أشرقت كأم يوسف في التأويل جاءت هي الشمس، وما البعد إلا صورة من ضيائها كما ترى في المرايا نفسها النفس. فمن قال عنها نقص عقل وملة ونحن لها لبس وهن لنا لبس. هي الثوب، إن طهرت فالبيت طاهر، وإن دنست فالبيت قد شابه الرجال.